تتم جولتنا من عمدة الرأي بزاوية إذا عرف السبب لكاتب أسامة عبد الماجد بأخيرة صحيفة السودان التي أتت موسومة اليوم بعنوان نظرية الحريق. يبتدر أسامة زاويته قائلا: لازلت أبحث عن العبقري الذي تفتقت ذهنيته وقرر حرق دراجات نارية بحالة ممتازة تمت مصادرتها بمحلية كبكابية بشمال دارفور أكتوبر الماضي، فيما يبدي استغرابه من عدم انتقاد أي مسؤول مركزي لما وصفه بالخطوة الغريبة. ويرى أسامة أن حرق هذه المواتر ثقافة دخيلة وقبيحة تنم عن منتهى السبهللية على حد تعبيره، ويلفت إلى أنه كان يمكن الانتفاع من هذه الدراجات ببيعها والاستفادة من ريعها في حفر بئر في أي مكان بدارفور، فيما يشير أسامة أيضا لعملية إبادة كميات كبيرة من الملابس بولاية الخرطوم تأخر أصحابها في تخليصها جمركيا. ويقول المفارقة أن حرق هذه الملابس تم بجوار مدينة الفتح التي تضم آلافا من الفقراء ومحدودي الدخل، وهم أكثر حاجة لمن يسترهم ويقيهم البرد. ويختم أسامة زاويته بأن خطورة الأمور تكمن في أن التفكير واحد والأماكن مختلفة، ويقول: منذ حريق الدراجات النارية بشمال دارفور تيقنت أن نواب تشريعي الولاية، يقصد ولاية الخرطوم، في سبات عميق، فما بال الآخرين.